هذا سائل يقول: لماذا على المرأة كفارة جماع إذا كانت مطاوعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يأمر امرأته ولم يستفصل هل كانت مطاوعة أم لا؟ فما الدليل على ذلك؟ المرأة ما جاءت تسأل، هو أجاب السائل. المرأة ما جاءت تسأل، ومعلوم أن المسلم الرجل والأنثى سواء فيما يجب وفيما يحرم، وفيما الرجل والأنثى سواء في هذا، لا فرق بين الذكر والأنثى. فكما أنه تجب الكفارة على الذكر تجب الكفارة على الأنثى إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة أو مجبرة فليس عليها شيء. نعم.